إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى آتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين وتابعيه وتابع تابعيه بإحسان وتقوى إلى يوم الدين. وقل اعملوا، هذه اللفظة القرآنية هي بداية الآية 105 من سورة التوبة. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. بدأت هذه الآية بالحديث عن العمل وانتهت بالحديث عن العمل. فالإسلام هو الذي جذر فينا حب العمل وحبب إلينا العمل، ووعد الله العاملين بالأجر الوفير في العديد من الآيات كما سيأتي البيان. ربنا أراد منا أن نعمر هذه الدنيا، أراد منا أن نبرئ ذممنا أمام الله وأمام رسوله وأمام المؤمنين. ربنا أراد منا الخير، أراد منا أن نجعل حياتنا مزرعة للآخرة، لأن الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر. فالدنيا قصيرة ولو طالت، أما حياة الخلود تبدأ من الموت الذي ينتظرنا جميعاً، لقوله تعالى: ولكل أجل كتاب. أمرنا الله عز وجل بأن نعمل، قال: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. هذا هو التوازن الذي أمرنا به، نعمل للآخرة لأنها دار القرار، ونعمل للدنيا ونعمر دنيانا لأننا فيها نحيا وفيها نعيش وفيها نبتلى وفيها نمتحن. وربنا عز وجل وعد العاملين في عديد الآيات، في مثل قوله تعالى في سورة آل عمران في الآية 136، يقول ربنا جل جلاله: ونعم أجر العاملين، ونعم أجر العاملين. فالأجر هو نصيب العاملين، والواعد هو الله، والموعود هو الإنسان، والموعود به هو الأجر الوفير. ونعم أجر العاملين، هذا وعد الله، والله لا يخلف الميعاد. وجاءت هذه الآية
بالصيغة نفسها مع اختلاف في الواو والفاء في سورة الزمر الآية 74، ربنا يقول فنعم أجر العاملين، وفي الآية 136 من سورة آل عمران ونعم أجر العاملين. في سورة الزمر ربنا عز وجل بيّن لنا ذلك المشهد الجميل الذي بشر به المؤمنين العاملين والمؤمنات العاملات. الحمد لله الذي صدقنا وعده، هذا وعد الله والله لا يخلف الميعاد. وقبل هذه الآية المبشرة للعاملين والعاملات أبرز الله عز وجل ذلك المشهد الجميل الذي تمثله الأتقياء من الصغار والكبار من الرجال والنساء في دار الدنيا وينالون الجزاء الوفير في دار الآخرة. فقال ربنا عز وجل وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. أتدرون لماذا يساقون إلى الجنة زمرا؟ لأنهم كانوا يتعاونون على الخير في الدنيا زمرا، كانوا يتعاونون جماعات وجماعات زمرا وزمرا. لذلك وعدهم الله أن يدخلوا الجنة الزمرا أي جماعات جماعات. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. هكذا يقول أهل الجنة في الجنة الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. وفي خاتمة الآية 74 من سورة الزمر قال ربنا جل جلاله فنعم أجر العاملين. ثم تأتي الآية الأخيرة في سورة الزمر الآية 75 لترينا مشهدا آخر جميلا، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المرسلين. أمرنا الله عز وجل بالعمل فقال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، إشارة إلى أمر آخر مهم جداً وهو تحقيق شروط العمل الذي يتقبله الله جل جلاله. لا يتقبل الله إلا الأعمال الخالصة لله وحده، بدليل قوله تعالى في سورة الكهف في الآية 110 فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. شرط أساس من شروط قبول العمل الإخلاص بدليل الآية نفسها فسيرى الله عملكم، فالله هو الذي يطلع على أعمالنا وعلى أعمال البشر. فسيرى الله عملكم، إذن لابد أن يكون العمل خالصا لله سبحانه وتعالى، ولا بد أن يكون العمل منظما، التنظيم مطلوب،
التنسيق مطلوب بين أهل الخير، بين أهل الإحسان، وبين مسؤولي القرى ولجان القرى والقائمين على خلايا الأزمة الذين هم في الميدان. التنسيق مطلوب، إتقان العمل مطلوب، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يأمركم إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. إتقان العمل، ونستشف هذا الشرط، شرط الإتقان، من الآية نفسها: فسيرى الله عملكم ورسوله، فكلنا يعرض على الله كما تعرض أعمالنا، وكلنا يعرض على رسول الله كما تعرض أعمالنا، بدليل الآية 41 من سورة النساء: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فالمؤمنون رأيهم معتبر، وهم مطالبون بالعمل المنسق، وهم مطالبون جميعا، رجالا نساء صغارا كبارا، بالتنسيق وبتمثل قيمة التعاون ميدانيا، كما قال ربنا في سورة المائدة: وتعاونوا على البر والتقوى. فإذا حققنا هذه الشروط نأتي في الأخير إلى ما قال ربنا عز وجل في الآية نفسها: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة. فالله لا تخفى عليه خافية، فهو عالم الغيب والشهادة، فينبئكم بما كنتم تعملون. اللهم وفقنا جميعا لحسن العمل، اللهم اجعلنا جميعا من العاملين المتقنين، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اجبر كسرنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم غير حالنا إلى أحسن حال، اللهم زدنا إيمانا وتقوى ويقينا، اللهم زدنا ألفة وأخوة ومحبة وسعادة، اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا واستقيموا يرحمكم الله. استووا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله،
وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.